هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح عدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية المتخصصين. مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. سألت واحد تعرف ايه عن الرياضة قال لي الاهلي والزمالك، ولا انت فاكرني هندي؟ ناس كتيرة فاكرة ان مفيش رياضة غيرها، واحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر او كنت زهقان مخنوق، شغال محرك طيارتك ويلا طير بشهور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم على الافيش. فكرة مزروعة في دماغ فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتتبع على الافيش. مشيت الماي قلت اقدم برنامج للرياضة، اثبت لي ان في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغيرة وكنت راجل عجوز، مضربة ليك روكي everybody can choose. اصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبره مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني، ما اظن الفكرة وصلت مش زي مكاني. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش كرة القدم على الافيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش ملك القاهرة كرة القدم اللي بتطبع على الافيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. اهلا بيكم، النهاردة هنتكلم عن رياضة عرفها الانجليز سنة 1970 في الهند، وهنتكلم مع بطلة مصرية عربية قدرت تحقق إنجازات وبطولات كتير في مجال رياضة النهاردة. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Hey, you're my heart bound tonight. Just follow me, baby. I've been having a heart. It's your muscle, baby. رياضة النهاردة بتعتبر أصعب رياضة كرة مضرب موجودة. رياضة النهاردة بتحتاج اللياقة البدنية العالية والتركيز والهدوء في الملعب. رياضة النهاردة هي البادمنتون أو كرة الريشة. التعليم في الصغر كان نقش على الحجر، دي من الحاجات اللي كانت محمساني لحلقة النهاردة، لأن اتكلمت في حلقات قبل كده على الاهتمام بالأجيال الصغيرة اللي هتبقى نجوم المستقبل، ونجوم حلقتنا النهاردة يا جماعة مشكلة. I'm
البدمنتون هو الاسم الدولي لرياضة كرة الريشة، والبدمنتون هو برضو اسم الاتحاد الدولي واسم أول نادي اتلعب فيه كرة الريشة. الغريب ان اول دخول لكرة الريشة في الاولمبياد سنة 72 كان على اساس انها رياضة استعراضية. الحمد لله تمام. ابتدي معاكي على طول، شفتك النهارده مع الاطفال وبتدربيهم. سؤالي، الاطفال ليهم تدريب مختلف عن الكبار شويه؟ اكيد طبعا، الاطفال بيحتاجوا مجهود ان انت توصلهم المعلومه وبراكتنج اكتر كتير من الولاد، والفيزيكال ستريس عليهم بيبقى جرادوال، مش بتقدر تتك عليه قوي لانه لسه مش fully grown up، يعني مش نضجين كفايه، لسه تقعد تضغط عليهم في التدريب بالظبط، عضلاتهم مش ما اكتملتش، محتاجين تقويات عشان اطفال بيبقى عضلاتهم اصغر شويه. بس شايف ان تدريب الاطفال بيخلي منهم بعد كده في المستقبل يعني افضل في الرياضه دي؟ اكيد طبعا، هو اي رياضه لما بيبتدي بدري بياخد التاكتيك صح والحركات صح بيبقى خلاص العضله اتشكلت وحفظت الحركات اكيد، والمرونه اكتر في المستقبل في الرياضه دي بالظبط، ومرونه وجسمهم بيبقى مستعد اكتر ان هو يتقبل رياضه يعني ان جنرال، يعني اي رياضه كده، وسبيشالي في الريشه. تمام، هي بتحتاج فتنس عالي، بتحتاج مرونه عاليه، بتحتاج قوه عضليه يعني مش هينه، يعني بتحتاج مجهود وقوه عضليه اكيد اكيد. طب عايز اروح معاك انت بقى كابتن هبه، انت ابتديتي انت، هل اكيد اي حد بيدرب ابتدى يلعب، هل لسه مكمله في اللعب ولا تدريب بس دلوقتي؟ لا يعني اديني شويه من اول الهيستوري كده لغايه دلوقتي. والله انا ابتديت ريشه، اتعرفت على ريشه مش بدري قوي زيهم، هم يعني محظوظين اكتر مني. انا اتعرفت على ريشه وانا عندي تقريبا 15 سنه. بس اللي ساعدني في الريشه كتير قوي ان انا كنت بتمرن قبلها تمارين كتير، فالحمد لله كنت مهيئه شويه ان انا ادخل لعبه، اللعبه صعبه ومحتاجه سرعه. والحمد لله يعني كنا يعني اتمرنا وبدانا ندخل بطولات جمهوريه وفرق، هي ريشه بطولاتها بتبقى فرق وجمهوريه. والجمهورية دي بتبقى فردي، وفردي بيبقى لوحده، دبل اتنين بنتين او ولدين او ميكس بنت وولد. وبس الحمد لله بدأنا، اخذت مني حوالي 3 سنين. كنت متميزة في حاجة منهم؟ الميكس كنا عرفت تلعبي مع حد يبقى اتنين، تلعبي مع حد في الملعب يبقى معاكي. هو بيختار يعني لما بيبقى حد معاك في الملعب التفكير بيبقى اتنين بدل واحد، الفتنس بيبقى اتنين بدل واحد، بتبتدي والتفكير الفكره بتبقى اصعب برضو لان انت الملعب اللي قدامك مليه اتنين مش واحد برضو، فزي ليها مميزات ليها صعوبات برضو. ليها صعوبات برضو، فهي الفكره بقى في الميكس تفكيره مختلف شويه ان انت
تكون مساحات تفضي مساحة في الملعب، تزنق اتنين مثلا في مكان تفضي مساحة واحد في الملعب لوحده. اكيد اكيد. خليني اخش معاكي بقى برضو وارجع تاني لحتة الاطفال، المضارب والاكويبمنتس اللي بيستخدموها دي بتختلف عن الناس الكبيره، يعني المضرب بتاعهم اللي بيشيله طفل عنده 6 سنين غير اللي بيشيله عنده. اكيد طبعا، هو المضارب انواعها كتير واهدافها كتيره، يعني في مضارب بتاع الصغيرين بتبقى اقصر وبتبقى اخف لان هم ما يقدروش يمسكوا مضرب تقيل قوي. وهدفك انت في اهداف ممكن يعني هو احنا في اوقات المضارب التقيله دي بنستخدمها تقويات، يعني بيبقى يقوي عضله معينه بس ما بيبقاش الهدف منها في لونج تيرم، يعني ما ينفعش يلعبوا بيها لان هم ضعاف، يعني الماسلز بتاعتهم مش عضلاتهم لسه ضعيفه شويه. بالظبط. طب الريشه، كره الريشه، الكره نفسها ليه اسمها كره الريشه؟ او هل هي فعلا بتبقى معموله من الريش ولا بلاستيك ولا لا؟ لا، هي البلاستيك دي المتعارف عليها اللي بنلعب بيها هنا في مصر في الجمهوريه والدوريات وكده، بس لا في البطولات العالميه اللي هي بتبقى بره مصر والدوليه بتبقى بريش طبيعي، ريش طبيعي تماما. الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. الاداري بتاع الاكاديميه هنا تمام. كل الاداريين اللي شفتهم مبدئيا بس بتعامل مع فرق كبيره صورت معاهم، انت بتتعامل مع موضوع مختلف كلهم اطفال، انت يمكن تقدر تفيدني باقل سن عندكم في الاكاديميه واكبر سن موجود دلوقتي؟ احنا عندنا اقل سن حاليا 7 سنين. السنه اللي فاتت كان عندنا فيرست كان ناس 21 سنه 22 سنه. السنه دي الوضع مختلف شويه، اكبر سن موجود عندنا 15 سنه. التعامل مع الاطفال هو طبعا سلاح ذو حدين، يعني حاجه لذيذه في ان هم يعني ممكن شويه في فئه منهم تسمع كلام الوحش فيه، في الفئه الثانيه اللي هي ما بتسمعش كلام طبعا بيبقوا متعبين جدا ممكن ينفذوش كلام بسرعه، لازم طبعا بس لازم تتعامل معاهم بهدوء يعني دول في الاول وفي الاخر لسه كيف الدور بتاعك بقى اصعب دلوقتي؟ يعني الواحد يبقى اداري مع فرقه زي دي بيبقى صعب برضه مش سهل. هي صعوبته في كابتن هاديه، يعني طموحه جدا نفسها تحقق حاجه بالاكاديميه وبالاولاد دول، خصوصا الحمد لله في اول مشاركه لينا في بطوله الجمهوريه كل المدربين وكل الحضور اشاد مستوى الاولاد رغم صغر سنهم. احنا كان عندنا اصغر لاعب في بطوله الجمهوريه موسم 2013 2014 فاروق كان 6 سنين. 6 سنين ما شاء الله بقى. وكل اشاد بمستواه. السنه دي برده معانا اصغر لاعيبه طاطا لسه برده 6 سنين، فدي هي دي المسؤوليه في ان احنا نحاول نحقق حاجه. وهي دي صعوبتها ان كابتن هاديه طموحه جدا وما بتهزرش في الشغل ويهمها نجاح الاكاديميه ونجاحها طبعا. خليني بما انك ذكرت كابتن هاديه وذكرت الاكاديميه فاسالك سؤال. اتفضل. انا عارف ان انت ابتديت رحله الاكاديميه دي من الاول. الحمد لله. احكي لي الرحله دي كانت عامله ازاي؟ هل كان فيها صعوبات؟ هل لغايه دلوقتي في صعوبات؟ الموضوع بقى اسهل؟ هو البدايه كانت كابتن هاديه جت قعدت مع كابتن طاهر صالح مدير النادي، اتكلمت معاه في موضوع الريشه وان احنا بنحاول نبني فريق بيمثل النادي. والمعلومه برضو ان احنا اول فريق يتسجل في الاتحاد باسم هيليوبوليس الشروق. اول لعبه داخل النادي باسم هيليوبوليس الشروق. تمام. فدي كانت مسؤوليه كبيره علينا، كون ان انت تبقى اللعبه الوحيده في نادي في صرح كبير زي ده، فانت لازم تمثل النادي تمثيل مشرف. صح. ما ينفعش ان احنا ندخل لمجرد بس الشو. الفكره نفسها كانت صعبه في الاول ان انتوا تعملوا اكاديميه تعملوا فيها اطفال؟ كانت صعبه لان مش معروفه، يعني لعبه مغموره بالنسبه للالعاب الثانيه. كانت هي دي صعوبتها، هي الانتشار او الدعايه للاكاديميه نفسها. تمام. طب كابتن هاني قول لي داخلين على ايه الفتره اللي جايه دي؟ نهاية طموحاتنا دلوقتي حاليا ان احنا نحقق بطوله. يعني اول سنتين قلنا تمثيل مشرف، الاولاد يتعرفوا على اللعبه يعرفوا قيمه المنافسات، انما حاليا ان شاء الله بنعد يعني اكتر من لاعب داخل الاكاديميه ان احنا نحقق بطوله عشان نقدر بيها الناس تعرفنا اكتر، يبقى بدانا المشوار. ان شاء الله تكملوا المشوار وتبقوا ناجحين.
دلوقتي بقى يا جماعه انا معايا لوجين وكوثر. لوجي ازيك؟ الحمد لله. كوكي ازيك؟ الحمد لله. ابتدي معاكي، بقالك قد ايه بتلعبي كره ريشه؟ سنه ونص. سنه ونص، عملتي ايه في السنه ونص دول؟ دخلت بطوله وطلعت الثالثه على مجموعتي، بس ما دخلتش دور ال 16. تمام. عشان كانت اول بطوله. اول بطوله، بس كويس ان انت عرفتي تعملي كده في اول بطوله. صح؟ صح. طيب لوجين، احكي لي كده بقالك قد ايه بتلعبي؟ بقالي حوالي سنتين بلعب بيشه. ودخلت في اول بطوله كسبت جيم واحد بس، تاني بطوله الحمد لله طلعت الدور ال 16. بس ما قدرتش اكمل يعني عشان المنافسه كانت جامده يعني. بس اكيد اتعلمتي حاجه لما لقيتي المنافسه قويه كده والناس بتلعب جامد، انت اتعلمتي حاجه في البطوله دي؟ صح؟ انت اتعلمتي ايه طيب؟ هي الروح الرياضية دي بتبقى أول حاجة أساساً في الرياضة، لأن مينفعش حد يبقى يلعب رياضة يزعل إن هو خسر. يعني أنا في أول بطولة مكسبتش ولا مرة غير جيم واحد بس، دي كانت دخلت أول بطولة وأنا كنت بقالي شهرين بلعب ريشة مثلاً أو حاجة زي كده. ما بلكيش كتير قوي يعني، مش زي الناس اللي بتلعبيهم هم بقالهم كتير بيلعبوا. دول كان يعني مثلاً 5-6 سنين على اللي لعب واحدة بقى لها شهرين بتلعب، كان بالنسبة لي حاجة حلوة قوي. أكيد طبعاً. ليلي بقى، أصعب ماتش لعبتيه كان إمتى؟ كان في أول بطولة برضه عشان ما دخلتش غير بطولة واحدة بس. كانت قدام نادي الشرطة، كانت صعبة قوي. كانت شاطرة جدا تقريبا، كانت بتلعب حوالي يعني بقالها 4 سنين أو 5، كانت شاطرة قوي. بس أنا ما اتضايقتش عشان أنا كنت كسبت ماتشين تانيين زيهم. بس اتعلمتي برضه من الماتش الصعب ده صح؟ أيوة، تعلمت ان انا لازم اصبر على نفسي شويه بدل اكون مستعجله كده، وبرده روح الرياضيه زي ما قالت لوجي. ويعني علمت ان انا برده لازم اشد على نفسي شويه في التمرين عشان انجح. صح، واللي بيشد على نفسه في التمرين بينجح. ليلي بقى، التمرين بيبقى صعب وانتوا بتتمرنوا وبتعملوا مجهود كتير؟ احيانا واحيانا لا، يعني سواء التمرين بيبقى 4 مرات في الأسبوع، التمرين بيبقى مكثف وبيبقى فيه حاجات كتيرة. خدت بالي انا لما جيت ان في عصابه موجوده، ناش وعمر. ازيك يا ناش؟ الحمد لله. ازيك يا عمر؟ كويس. اخبارك ايه؟ كويس. بص بقى، قبل ما اتكلم معاك الريشه والكلام ده، انا دخلت لقيتك واقف عامل كده اهو وبتاع، واقف لهم كده. ايه يا عم القصه دي؟ عايز اعملها بقى. عايز تبقى واقف كده اهو. اخبار بقى الريشه معاك ايه؟ كويسه الحمد لله. بتحب كره الريشه؟ بقالك قد ايه بتلعب؟ 4 شهور. 4 شهور. استفدت في ال4 شهور دول؟ استفدت ايه بقى احكي لي؟ استفدت اني بجري كتير عشان بتبقى كويسه للجسم. وان في كنترول كويس قوي في الريشه. الريشه نفسها محتاجه باور وكنترول، طاقه وسيطره كده، وتبقى في الملعب زي الفل. انت ما بتقول لاصحابك ريشه بيقولوا لك ايه؟ ايه الريشه دي؟ مضربها ايه دي؟ ريشنا عندي ولا ايه؟ نسال سؤال تاني. عمر بقى، عمر قول لي، انت اصحابك عارفين كره الريشه؟ مش قوي يعني، مش كلهم. هم شويه منهم مش عارفين الريشه ايه اصلا. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Hey, I'm on fire tonight. Just follow me, baby. I've been married
طاطا وساره. ساره ازيك؟ الحمد لله. انتوا صحاب صح؟ اه. قولي لي بقى، مبسوطين ان انتوا بتلعبوا مع بعض؟ اه. بس كده بيبقى ايه بقى، بتبقي جايه مبسوطه وانت نازله كده تلعبي مع اصحابك؟ اه، لان يعني كلنا يعني صحاب. اه. وانت يا طاطا احكي لي، تحبي تيجي تتمرني؟ اه. ايه بقى بتحسي بيه وانت بتتمرني كده؟ بحس ان انت بتلعبي رياضه كده ومبسوطه. أيوة. اه، بحس ان انا مبسوطه لاني بلعب مع صحابي. اه، يعني كمان انت مش حاسه ان انت جايه تتمرني، لا ده انت جايه تلعبي مع صحابك صح؟ صح صح. طيب قولي لي بقى ساره، لما بتروحي البيت بقى تقعدي تقولي لهم انا تعبان انا لسه كنت بتمرن، ولا بتعملي ايه؟ يعني عشان انا بيبقى عندي مجموعه فايه، فبتعشى وبنام وبصحى الصبح بدري، فما بقدرش اعمل حاجه غير كده يعني. اها. وانت يا طاطا بقى، انا عايز اسالك، بالك انت عندك كام سنه اصلا؟ سته. وانت؟ سبعه ونص. سبعه ونص. قولي لي يا طاطا، بتتعبي وانت بتلعبي كره ريشه؟ مضرب تقيل معاكي ولا بتعرفي تلعبي بيه كويس؟ لا، بعرف العب بيه كويس، مش تقيل. مش تقيل صح؟ تبسطي وانت موجوده. قولي لي بقى كابتن، كباتن بتوع الجهود يقولوا لك ايه؟ يقول لك خلي بالك وانت بتلعبي، العبي جامد شويه. ايوه، انا ساعات بتلخبط فبيقولوا لي كده. بيقولوا لك كده، بس انت بتحبيهم لما بيقولوا لك كده صح؟ صح. ولا بتضايقي؟ لا مش بتضايقي. وانت بتتضايقي يا ساره لما حد بيقول لك اعملي كده كويس او عدلي الضربه دي؟ لا، هو انا مش بتضايق لان ده لمصلحتي مش لمصلحتهم. لا، ايه الكلام الكبير ده؟ ده احنا رايحين في حته ثانيه خالص. طيب وانت بقى قولي لي، عايزه مين؟ عايزه تبقي زي مين في الريشه؟ عايزه توصلي، عايزه تبقي بطله كبيره مثلا، عايزه تعملي ايه؟ عايزه ابقى زي كابتن هادي وادخل بطولات كثيره. بجد؟ انت عارفه ان كابتن هادي بيخش بطولات وتكسب؟ اه. وانت برضو عارفه؟ اه. عايزه برضو تعملي ايه؟ عايزه تفضلي تلعبي لغايه ما تبقي كبيره، ولا عايزه تعملي ايه؟ عايزه افضل العب لغايه لما انا ابقى كبيره، يعني ابقى كبيره بس مش كبيره عجوزه يعني. مش عجوزه بقى، احنا ما حدش هيفضل يلعب لغايه ما هو يبقى عجوز يعني. طيب لما تيجي تقولي لهم بقى انا بلعب ريشه بيقولوا لك ايه؟ عارفينها؟ يعني في الفصل بتاعي بيكون مش عارفها، بيقول لي يعني ايه ريشه، بتتلعب ازاي، يعني في ناس بيسالوا فبقول لهم، في ناس بيعرفوا ان هي في ناس بيفهموها ريشه وفي ناس بيفهموها اي حاجه ثانيه. اه. وانت يا طاطا ايه رايك في الموضوع ده؟ في شويه من صحابي عارفين الريشه بس في شويه تانيين مش عارفين. انا بقول لهم انا اتمرن ريشه، بيقولوا لي ايه الريشه، بقول لهم عليا وشهد وكارما وزينب. عايز اعرف لعبوا ريشه ليه؟ ازيكي عليا؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس. اكتر حاجه حبيتيها ايه؟ حبيت الكباتن، حبيت اللعبه. حبيت الكباتن وحبيت اللعبه، ولقيتي نفسك بتتحركي كده ومبسوطه. اه. شهد، لعبتي كره ريشه ليه؟ انا اصلا ساعتها كانت اختي بس اللي هتلعب، فماما قالت لي جربيها، فانا اصلا كنتش اعرفها خالص يعني، كان يعني كانت لعبه جديده عليا. بعد كده انا ساعتها كنت بلعب حاجات كتير قبليها، فايه قلت جربها مع اختي. فايه بعد كده جربتها فلقيتها حلوه وسهله، وبنخش فيها بطولات كتير، لان قبل كده كنت بلعب باسكت اكتر من 4 سنين وما دخلتش ولا بطوله. بس لما لعبتي الريشه كان سهل. أيوة. انت تخش بطولات. طيب قولي لي بقى كارما، انت ايه بقى القصه معاكي؟ الحكايه انا كان ابن عمتي بيجي يقعد هنا، فيعني بقيت اروح اقعد معاه. فكنت الاقي عليا وشهد كده عمالين بيلعبوا وفاطمه، فبعدين كنت على طول هاي ايوه وكده. وبعد كده قلت العبوا مع بعض يعني. طيب وانت يا زينب؟ انا كنت من الاول بلعب سباحه هنا وسكواش، بعدين
مشيت من سكواش عشان ما عجبنيش قوي وكنت عاوزة ألعب لعبة تانية غيرها، فجربت الفريشة عجبتني قوي. عجبتك ليه بقى؟ عشان الكابتن كانوا طيبين واللعبة سهلة وأنا بحب قوي الرياضة نفسها أصلا. حلو قوي أنت بتحب الرياضة. أنت برضو بتحب الرياضة؟ أنا لعب في الموسيقى أكتر. إيه؟ لعب في الموسيقى أكتر. بتحب الموسيقى أكتر؟ بس دي برضو حاجة كويسة، يعني بتلعب الموسيقى وبتلعب الرياضة. يعني بتسمعي موسيقى وبتحب الموسيقى وبتلعب الرياضة. صح؟ تقولي إيه لأصحابك بقى اللي ما يعرفوش لعبة الرياضة؟ هي حلوه جدا، واحلى حاجه ان هي مضربها خفيف جدا، ويعني الريشه لما نضربها بتبقى ممكن تبقى يعني هي كمان خفيفه، فهي والمضرب بيعمل يعني بيبقى خفيف تبقى اسهل. ايوه عاليه. تقولي ايه بقى لاصحابك؟ لو تعالوا جربوا معايا الريشه وهتنبسطوا. ايوه شفتوهم واعملوا زي ما عليا بتقول. نتعرف دلوقتي اكتر عن كره الريشه من كابتن سلمى هشام. سلمى ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه يا كابتن؟ تمام الحمد لله. اسالك الاول، ابتديتي الريشه امتى؟ كان عندي 6 سنين. كان ده كان في 2001 تقريبا. بس بدات الاول اختي جربتها، بعد كده عجبتها فجيت انا جربتها، بعد كده اخويا جه، كلنا عجبتنا يعني وكملنا. كلنا كلها بقت تلعب ريشه. بس انا الوحيده اللي كملت يعني. بس وتقريبا كان بقى لي حوالي 14 سنة. وبدأت أول بطولة انضميت دخلتها كان حوالي كان عندي 7 سنين. كنت خايفة طبعا وكل حاجة، بس ما قدرتش أعمل حاجة من كتر الخوف، بس لعبت برضو. بعد كده البطولة اللي بعدها الحمد لله جبت 6. ومن ساعتها بقى كنت في الطالع بقى، رابع تالت تاني أول، جبت كل المراكز وحاجات مكررة. بعد كده كويس ان انت قعدتي تابجريدي او تالي بالمستوى، اللي انت من سادس لخامس لرابع لتالت، وده في حد ذاته شيء كويس جدا. عايز اعرف واعرف الناس اللي بتتفرج علينا النهارده، الريشه بتتلعب ازاي؟ ايه قوانينها؟ الريشه شبه التنس شويه، هي يعني السيرف مثلا زي التنس بيتلعب من السايد مثلا اليمين، لازم اشوط في السايد الشمال. الفكره كلها ان الريشه ما ينفعش تقع على الارض. الريشه وقعت خلاص انا هخسر النقطه. مش زي التنس لا ممكن تعمل تخبط في الارض. في الارض يقدر تاني؟ لا مفيش. والتنس برضو كمان بيتحركوا بس من اخر الملعب، لا احنا بنقف في نص الملعب بنتحرك في كل النواحي. في سنجل ودبل طبعا، الخطوط لو اتنين بيلعبوا لوحدهم بيبقى في خطين كده في الجنب، بنلعب على الخط اللي جوه. لو دبل لو اتنين ضد اتنين بيبقى بيلعبوا على الخط اللي بره. برضو في السيرف، برضو في الدبل ما ينفعش السيرف، في برضو خط ورا للسيرف ووراه بيبقى اوت. لكن في بقيه البوينت عادي بتبقى ان عادي. فهي البوينتس بتيجي ازاي برضو زي التنس اللي هي التاتش للشبكه مثلا، او البوينتس بتيجي ازاي في الريشه؟ لا هو مجرد ان انت خلاص لو انت عرفت تخليها تقع في ملعب اللي بتلعب معاه خلاص انت بتكسب النقطه. لكن لو لمست الشبكه اي حاجه وعدت خلاص مش مشكله، لكن لو ما عدتش هي دي خلاص تخسر. في طريقه ثانيه اجيب بيها بوينت غير اللي انا اوقع الريشه جوه ملعب اللي قدامي؟ لا لازم تكسب النقطه. هي لازم النقطه كده. تمام. حسيتيها صعبه؟ رياضه صعبه رياضه سهله، خاصه ان انت دلوقتي كمان بقيتي بتدربي صح؟ يعني انت انا شفتك النهارده مع كابتن هاديه، انتوا الاثنين وفي كابتن تاني كابتن هبه. كابتن هبه بتمرنوا، شايفه التمرين ازاي بعد ما بقيتي بتلعبي بعد كده دخلتي في مرحله التمرين؟ الموضوع صعب طبعا، خصوصا التعامل مع الاطفال بيحتاج مجهود كبير جدا عشان تسيطر عليهم، وان انت تتاكد ان انت بتعلمهم كل حاجه ومفيش حاجه بتفوت، عشان لازم يعني وهم صغيرين لازم يتعلموا البيسكس على الاقل. لو في حاجه يعني وقعت منهم دي عقبال ما يكبروا انك تعلمهم ده مستحيل تاني. بداية بدري بتفرق مع الأطفال؟ إيه أحسن سن ممكن الطفل يبتدي أو اللي عايز يلعب ريشة يبتدي منه؟ هو أنا يعني في ناس كتير أنا أعرفهم من زي يعني بدأنا من عندنا 6 سنين. وأنا شايف عندكم برضو في الأكاديمية في أعمار صغيرة يعني. عندنا 5 سنين و6 سنين. المينيمم بقى إيه اللي ممكن واحد يبتدي منه؟ أقل سن 5 سنين 6 سنين؟
اي اعتقد اي سن عادي، بس اللي هو يبدا يقدر يمسك مضرب عشان المضرب طويل شويه ويفهم الكلام اللي هو يستوعب الكلام اللي بيتقاله. ممكن 5-6 سنين كده. سمعت معلومه كده ان ممكن لعيب الريشه ممكن بيجري مسافه تقدر ب6 كيلو او 5 كيلو او يعني فيها جري كتير قوي جوه الملعب. تمام، ده حقيقي؟ دي حقيقه. الملعب الخطوات اللي بناخدها يعني لو مش عارفه لو اتعدت يعني الحركه بتبقى سريعه جدا. فلو بتروح اول ملعب وبترجع اول حركة سريعة جدا، وانت من كتر يعني من كتر ما الواحد بيبقى مركز قوي في الريشة ما بياخدش باله هو مش عارف اشرحها حركة قد ايه او عمل حركة قد ايه، بس هو في الواقع بيتحرك كتير بيقاتل جدا. يعني بيقاتل في النقطة لحد ما تخلص، بس في كالحركة حركة سريعة جدا وكتير جدا محتاجة نفس طويل جدا. اول مصريه عربيه تخش الاولمبياد. هذه حسني ابتدت رحلتها مع الريشه امتى؟ انا عندي 11 سنه ونص. قبلها كنت بلعب جمباز وسكواش وفروسيه، بعدين بطلت سنه لثلاثه بسبب اصابه في الركبه، ولما رجعت سكواش. وفي السكواش كان مدرب السكواش بتاعي في منتخب الريشه الطايره، هو اللي عرفني على الريشه الطايره، ما كنتش عارف ايه الريشه دي. اخذني اجرب اتمرن، فاتمرنت 3 اسابيع ونزلت بطوله الجمهوريه. كسبت 3 ماتشات وطلعت ثالث، كان تحت 12 سنه. دي كانت اول بطوله ليك؟ دي كانت اول بطوله ليا خالص. كان عندك كام سنه بس؟ كان عندي 12 سنه. 12 سنه كنت تحت 12 يعني. بعد كده فضلت بقى يعني السنه اللي بعدها اخذت اول، سنه سين بقى اللي بعدها يعني فضلت اول الحمد لله كتير ورا بعض. وكنت دخلت المنتخب بعد ما لعبت بسنتين. وفي الناشئين لعبت بطولة افريقيا ناشئين، اخدت فيها تاني الاول تاني فرق، وبعدين اخدت تاني فردي بعدها بكام سنه. وبطولة افريقيا كبار 2010 اخدت فيها اول، وفي 2008 بقى لعبت الاولمبياد كنت اول مصري. كانت بكين 2008. تاهلت قبلها اصلا يعني تقريبا اسبوعين او 3 اسابيع. وكنت اول مصريه وعربيه تتاهل اولمبياد في ريشه الطايره. كان شعورك ايه ساعتها وانت اول مصريه وعربيه تخش الاولمبياد في بكين؟ هو انا يعني ما كنتش مصدقه، يعني هو انا كنت بحلم، وجدتي قبل ما تموت قلت لها سالتني الله يرحمها سالتني ادعي لك بايه، فقلت لها ادعي لي ادخل اولمبيكس. وفي نفس يعني في نفس السنه رحت الحمد لله الاولمبياد، وما كنتش ساعتها كنت تالت افريقيا ما كنتش اول افريقيا. فكان بالنسبه لي صعب في الورلد رانكينج ان انا اتاهل الاولمبياد، بس الحمد لله احنا ساعتها 4 بنات من افريقيا تاهلوا، كنت انا رقم 3 فيهم. بالنسبه بقى لندن 2012 انا اتاهلت من بدري، يعني كان التاهيل بيقفل في يوم 1/5/2012، وانا يعني 1/5 كنت انا اول افريقيا فتاهلت لندن 2012. كان الرانكس بتاعتها ساعتها في الاولمبيكس عملت ايه؟ يعني حققتي رانكس ثلاثه من كان في بيجينج بكين 2008 كسبت اول راوند وخسرت في دور ال 32 من رقم 6 على العالم، هي بلغاريا.
انا كنت قبلها بروح اتمرن في بلغاريا وكانت بالنسبه لي هي المثل الاعلى وما كنتش متوقعه ان انا عمري هلعبها اصلا. فجاه نزلت معاها في الماتش لقيتي نفسك بتلعبيها يعني. حتى اتمرنت معاها في واحنا في الصين هناك، لعبت معاها في التمرين على اساس ان انا مش هوصل اصلا وهعدي وهلاعبها، بس الحمد لله يعني ربنا كرمني وكسبت الماتش اللي قبله 2-1. ده كانت بنت من مكسيكو وكان حتى تصنيفها الدولي اعلى من تصنيفي. بس والحمد لله في لندن لعبت احسن من بكين بكتير، بس هو كانوا عاملينها جروبس. في الجروب كان معايا بطله ايرلندا وبطله فرنسا، هي كانت متجنسه من الصين. لعبت معهم حلو قوي يعني، بس خرجت من الجروبس كواليفيكيشن. اكيد استفدتي من الاولمبيكس لما سافرتي اول مره في بكين وبعد كده تاني مره في لندن، اكيد استفدتي حاجه. هو اول حاجه هو بيبقى احساس حلو جدا الواحد يعني رايح يمثل بلده تمثيل مشرف وبيحاول ان هو يحقق لبلده حاجه كويسه. وبالنسبه لي انا كان احساس مختلف ان انا كنت اول افريقيه تتاهل لاثنين اولمبيكس وفي نفس الوقت اول عربيه واول مصريه. كان يمكن في ولد واحد من الجزائر هو ده كان اول عربي في 2008. بس محدش راح اثنين اولمبيكس ورا بعض من العرب او انت اول واحده تخش. فده كان بالنسبه لي يعني شرف ليا ان انا ابقى يعني امثل مصر في الاولمبياد. هادي يا فاب خليني اسالك حاجه، انت حققتي البطولات ومشيتي مشوار طويل، مين اللي وراكي؟ مين اللي بيسبورت هاديه في المشوار ده كله؟ اكيد في حد بيدفعك، حد بيساعدك ان انت توصلي لده. والله هو اول حاجه طبعا يعني عيلتي. بعد التوفيق من ربنا يعني هم اللي بيشجعوني دايما ان انا يعني لغايه 2008 الحقيقه كانوا هم اللي بيشجعوني وعايزين اتاهل الاولمبيكس، وفي نفس الوقت بيخلوني اركز برده في دراستي. هم اللي شجعوني ان انا ادخل صيدله واتخرج من صيدله عين شمس، وبابايا شجعني ان انا اعمل ماجستير في نفس الوقت اللي انا هتكلم عن الموضوع ده. هاديه مش مجرد بطله في الرياضه، هاديه حسني خلصت صيدله عين شمس، ما خلصت ماجستير في ايه بقى؟ بتعمل ماجستير في ايه؟ ميديكال بايو ساينسز. ايوه يعني هو انا عن ايه الميديكال بايو ساينس او الماجستير كمان ايه؟ كان ترانس ديفرنشيشن يوزنج كورتيزون من بانكرياتيك سيلز هيباتوسايتس، دي كان باستخدام الكورتيزون نحول او يعني نحول من بانكرياتيك سيل بانكرياس سيلز بانكرياس لليفر. الموضوع صعب تهيالي يعني مش سهل. الموضوع صعب بس هي الحمد لله التجربه يعني نجحت ان الخلايا كانت فعلا البنكرياس كانت شبه طيب انا عايز اسالك بقى، انت كمان عندك هاديه حسني اكاديمي بتدربي فيها صح؟ انت بتدربي امتى؟ يعني انت بتدربي هو انا الحقيقه بتدربي امتى؟ من بعد 2012 وانا يعني ما كنتش بفكر قوي ان انا افضل العب. فكنت ابتديت في 2013 الاكاديمي دي في نادي هيليوبلس، وهم كانوا بيشجعوني دايما ان انا يعني اركز مع اللاعبين الصغيرين ان احنا ناهلهم ونخليهم يلعبوا بطولات وكده. حتى في 2013 و 2014 لعبوا بطولات جمهوريه. 2013 انا تقريبا كنت مبطله بطولات دوليه، 2014 رجع تاني الاتحاد المصري للريشه الطايره يخلي المنتخب يشارك في بطولات على اساس ان 2015 تبتدي التاهيل لريو 2016. ففي 2014 انا لعبت بطولات كتير قوي بس ما كنتش متمرنه، يمكن اتمرنا المنتخب بالظبط 12 تمرينه. بس رحنا كذا بطوله وحققت في البطولات دي يعني اخذنا في الميكس في بطولتين اخذ فيهم ذهب انا وعبد الرحمن كشكل، في الفردي اخذت في بطوله بوتسوانا فضة في شهر ديسمبر اللي فات ده على طول، وفي بطولة موريشيوس أخدت برضو برونز، وفي الزوجي في بطولة نيجيريا أخدت ذهب. أسألك سؤال، في حاجة جت في دماغي كده دلوقتي، أنت بتمرني وبتتمرني صح؟ يعني بتمرني وبتتمرني وبتدرسي وبتدرسي صح؟ أنت برضو معيدة تهيألي في جامعة خاصة صح؟ ازاي تعمل ازاي المعادله دي كلها؟ ازاي بتدرسي وبتدرسي وبتدربي وبتدربي؟ فين الوقت بتمانج التايم ده كله ازاي؟ بتقدري تنظمي الوقت ده ازاي؟ هو انا لما الايام اللي انا بتمرن فيها لما بتمرن انا هو واحد انا بمرنه تحت 19 سنه اسمه عمر،
فبتمرن معاه الصبح قبل الشغل من الساعة 7 بنلعب احنا اتنين مع بعض. هو مستواه يعني عالي فبقدر ان انا اتمرن معاه. بعدين بروح الشغل. بعد الشغل باجي بقى تمرين الصغيرين امرنهم. كنت بتكلم على الوقت، بتلاقي الوقت اللي انت تعملي الحاجات دي كلها مع بعض؟ والله الواحد لو بيحب حاجة بيلاقي لها وقت. صح. يعني انا عشان بحب العب بلاقي وقت ان انا حتى لو ساعه واحده حتى لو ثلاث ساعات في الاسبوع يعني. انا بشكرك والتوفيق على طول ان شاء الله، ونشوفك يعني رقم واحد على طول ان شاء الله. وانا كنت مبسوط ان انت معانا النهارده في البرنامج. شفت النهارده مثال لمرأة مصرية عربية ناجحة على الصعيد الرياضي والاجتماعي، وأنا متأكد إن لسه في أمثلة ناجحة كتير في مصر. وعلى فكرة قالوا لنا إن المرأة نصف المجتمع، عشان كده يا سيدات مصر بنهضتكم تنهض مصر. يلا. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. سألت واحد تعرف إيه عن الرياضة قال لي الأهلي والزمالك، ولا أنت فاكرني هندي؟ هي ناس كتيرة فاكرة إن مفيش رياضة غيرها، وإحنا جينا بكل بساطة نغير لكم فكرها. عندك مليون رياضة، عندك عجلة، عندك باركور، عندنا كتالوج مليان دوار ممكن تكون مشهور. لو كنت قاعد متقدر أو كنت زهقان مخنوق شغال محرك طيارتك ويلا طير بسرور. المهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. فكرة مزروعة في دماغي فاس إن مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. برنامج للرياضة أثبت فيه إن في بلدنا مليون رياضة. لو سني كان صغير أو كنت راجل عجوز مضرب عليك روكي everybody can choose. أصل الرياضة للجميع، ناس كتيرة موهوبة في بلدنا مغمورة وبرة مشهورة. حاولنا نوضح صورة بكل سهولة باني ما أظن الفكرة وصلت مش زي مكاني. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة. فكرة مزروعة في دماغي فاس ان مفيش غير كرة القدم اللي بتطبع على الأفيش. مش مهم سنك كام عشان تلعب رياضة، المهم يكون جواك عزيمة وإرادة.